السلام عليكم. هوريكم دلوقتي ازاي نعمل دفاية قوية جدا من كنز في اي من دي تكون عملتها. دي الكنزية دي مخرومة من فوق مخرومة من عندهم في النص، ودي كنزية تانية تكون اوسع سنة غيرها القصه. وتحط فيه سلك مواعين قديم، ده هيكون مسامة عامل حفاز اكسيد حديد، هيحفز الغاز الطلع عشان تتحرق بشكل كامل، او اكسيد الكربون الهيدروكربونات ما تحرقتش في النار تتحرق فيها، والقعر ده هيعكس الحرارة ويخلي الزيت يحرق نفسه بنفسه، يخلي دفاية سخنة جدا من جوه مش حاجة تطلع من غير اكسده او احتراق. نحطهم في بعض كده، دي مفتوحة نحط فيها، ودي مخرومة من النص. ده الخزان بتاع الزيت الوسخ بتاع الرياض مع شوية سبرتو. نحط شوية زيت صغيرين نقطة سبرتو، سبرتو أحمر. يجينا عند الطوال بوهي ونحطه في ايه نص كنزاية الفاسلك معينة ومدور عامل حبس. ونخلط النقلات مع بعضها كده الزيت مع سبرتو بس. بدل ما ترميها في الزبالة في الشارع تجيبها وتولعها كده زي ما انت شايفين كده، النار طالعة هادية مفيش أي مش اي دخان. حتى الدخان طالع ابيض انه اتأكسد من جوه، كل ما تسخن اكتر كل ما تحرق اكتر.
ثواني، انا كان سخن وحسيت ان الجو حر. مفيش اي دخان رغم ان السد، اعوذ بالله الحق. السلام عليكم. هوريكم دلوقتي ازاي نعمل دفاية قوية جدا من كنز اقل من دقيقة. تكون عملتها للتنزيع دي مخرومة من فوق، مخرومة من على الجنب في النص، ودي كنزية تانية تكون اوسع سنة صغيرة تقصها. تحط فيه سلك مواعين قديم، ده هيكون مسبة عامل حفاز اكسيد حديد، هيحفز لغاية تطلع عشان تتحرق بشكل كامل، او اكسيد الكربون الهيدروكربونات ما تحرقتش في النار تتحرق فيها، والقهر ده هيعكس الحرارة ويخلي الزيت يحرق نفسه بنفسه، يخلي دفاية سخنة جدا من جوه مش حاجة تطلع من غير اكسده او احتراق. نحطهم في بعض كده، دي مفتوحه نحط فيها، ودي مخرومه النص. ده الخزان بتاع الزيت الوسخ بتاع الرياض مع شويه سبرتو. نحط شوية زيت صغيرين نقطة السبرتة، سبرتة أحمر يجينا عند طول البوهي. ونحطه في ايه؟ نص كنزاية اللي فيها سلك معين هيقوم دور عامل حبس. ونخلط المقلات مع بعضها كده. الزيت مع سبرتو بس. بدل ما ترميها في الزبالة في الشارع تجيبها وتولعها كده زي ما انت شايفين كده، النار طالعة هادية مفيش أي دخان. حتى الدخان طالع ابيض
انه تكسب بالنور. كل ما تسخن اكتر كل ما تحرق اكتر. ثواني، ما كان سخن وحسيت ان الجو حر. مفيش اي دخان رغم ان السد اعوذ بالله الحق.